السلام عليكم ورحمة الله يا الأخوة والسادة الكرام، حياكم الله مع الأخوة الطيبون بسلسلة إن شاء الله تكون جديدة وحلقات بنصورها بالفيلا. ما راح نشوف لكم عن أي شيء لما يعلنون الفريق عن الفيلا اللي بتشوفونها قريب. مقطعنا لليوم اللي هو برا سالفة كلكم تعرفون لعب برا سالفة. جربته ممتاز. كلنا نعرف أنت الوحيد اللي ممكن ها يجيك مس بسيطة جدا، لكن قبلها طيب الشاشات اللي وراك يا أحمد استخلها وكل شيء بتفهمه. أول شيء يوم السبت يا جماعة اللي هو بعد 3 أيام تاريخ 13 اللي ساكن بالرياض راح نكون متواجدين بالجي اللي بالعليا. بحط لكم الموقع واللوكيشن تحت، راح تكون هناك في بطولة، راح ألعب معاكم، راح أقابلكم، بصور معكم، وإن شاء الله راح نشوفكم هناك من الساعة 7 بالضبط إلين الساعة 9. والجي مسوين بطولة، البطولة هذه يا جماعة يقولوا لكم نبغى نفوزكم. شلون؟ في رابط أنا حاط تحت بالوصف، أول 100 شخص يسجل له الجي بوكس بقيمة 100 ألف بوكس، الأول 100. يعني الآن إذا جاك شعار المقطع انزل على تحت بالوصف تلقى رابط، اضغط عليه سجل الآن من الجوال أو من البي سي، حط بياناتك واسمك الكامل حسابك في ايبك جيم، واذا لحقت راح تجيك 1000 في بوك. والبطوله اسبوعيه، كل اسبوع يسوون تحدي. الاسبوع هذا التحدي عباره عن كلز. الاسبوع اللي فات خطاف كان متقدم، هو اللي مركز الاول بتوب سكور 77. الجوائز وش يا احمد؟ زي ما شايفين قدامكم شاشه 45 بوصه من ال جي سمارت تي في، مواصفاتها طالعه قدامكم، شاشه خرافيه. والمركز الثاني شاشه جيمنج تدعم 144 هيرتز 1 ملي سكند، الشاشه كيرف حقت جيمنج. واخيرا بيكون عندكم جيمنج سبيكر تحطه عندك بالغرفه وتشغل عليه اللي تبغاه. رابط موقعهم تحت الان، الحق روح شوف موضوع التسجيل. اول ما تسجل راح يجيك ايميل تاكده، وبعدها تقدر تشارك البطوله. الاسبوع هذا او الويكند هذا نهايته يوم السبت، بيكون عباره عن اعلى كلز، يعني الكلز هي النقاط، جمع النقاط ويطلع لك فيدر بورد وتكون الفائز باذن الله بالجائزه الكبرى. ما بيطول عليكم، ولا تنسون يوم السبت الساعه 7 نبغى نقابلكم ساكنين بالرياض. الجي اللي بالعليا خلونا نشوفكم. السلام عليكم. بكل بساطه مقطع بسيط برا السالفه، بنتكلم عن موضوع عن طريق الجوال، تشوفون بعد شوي بتفهمون الموضوع هذا. في واحد منا زي الامبوستر، ما ندري مين، نتكلم كلنا الا هو يسوي نفسه انه خوينا وانه معنا وهو ما يدري ايش السالفه. يعني مثال نتكلم عن موضوع بالحيوانات ارنب، واحمد يتكلم وانا اتكلم، كل واحد يسال ثاني الا هذا الشخص يحاول يعرف الشيء. تفهمونها من اول راوند. قنوات شباب تحت يا جماعه الخير، ويا تحبون الاشياء الشاطحه زي كذا لا تنسونا من اللايك والاشتراك. نسمي بالله افتح الجوال. بسم الله. اعط الجوال لشنق. طيب نعطي الجوال لشنق ونشوف هل اندخسه وبرا السالفه. ممتاز ممتاز ممتاز. فيرفل ممتاز دي تخوف. افتح. لا ممتاز والله، لعرق عليكم والله لعرق عليكم. يا سمي نلعب امك يا بتشوف. اضغط التالي عشان تعرف انت برا السالفه ولا مو برا السالفه. طولت ليش؟ ما لخبطه. لخبطه متاكد؟ كنت اقرا. اعطوني تعبير الوجه على طول. سكيب. طيب خلاص وقت الاسئله، جاهزين؟ بسم الله. شونق يسار ركان. تفضل ركان. الحيوان هذا اذا عصبت تجيب طاري. اكيد اذا عصبت تجيب طاري. ايه ممتاز. فيرفل يسال شونق. طبعا السؤال اللي يسالني اياه اي سؤال براسه عشان انا اشوف انا فاهم ولا ماني فاهم. سريع ام بطيء؟ والله اتوقع انه وسط. اتوقع انه وسط. اتوقع انه وسط. تمام. ركان اسال جلوري. جلوري. طيب السؤال يقول لك هل هو يطير ولا يمشي طبيعي على الارض؟ يعني لا يمشي على الارض. حلو حلو حلو. مين يسال مين؟ احمد شو اسال فيرفل. يعني هل العرب قديما كانوا يستخدمونه كحيوان انه يركبون يروحون فيه؟ الناس اللي الفارس كان يستخدمه يروح فيه ولا لا؟ لغرض ايش؟ لغرض انه يحارب فيه. لا وش السؤال؟ صدعتني. طيب جلوري سال احمد شو. طيب يا ابو شو، هل الحيوان هذا مفترس ياكل لحوم ولا نباتات؟ يما يا عيال. طيب والله الوضع يخوف اقسم بالله. طيب
جلوري اختار شخص تبغى تساله. مين تبغى تسال؟ واحد تحس انه ترى هنا مو لازم تلتزم بها. إيه إيه عادي. بس اسالك انت. اسالني تفضل. بسالك انت. تفضل. هل الحيوان هذا ايه معروف عنه الغباء ام الذكاء؟ سؤالك والله حرام عليك. ليش؟ لو جاوبت الامبوستر بيعرف. حرام. بس بجاوب عشان اطلع نفسي انا من السس. غبي. الله يقطع ابليس. طيب حد يبغى يسال احد؟ انا اسال مين؟ بسال احمد. اي انا شاك باحمد ترى. احمد هل هذا الحيوان له صوت مميز عن بقيه الحيوانات؟ ايوه كل ما هل في حيوان صوته مكرر؟ لا هل في حيوان صوته مكرر؟ انا بسال. تسال مين؟ راكان. ام سؤال الغبي. اي والله مره. هات. هل هذا الحيوان معروف له رواية؟ معروف. طيب أنا بس أراكان. عنده رواية؟ أنا بس أراكان. راكان كم نوع من الحيوان؟ كيف؟ كم فيه نوع من الحيوان؟ هيخذها. هيخذها. طيب جاهزين نصوت؟ دقيقة ما سألت حبيبي. سلمين. عندي واحد عيل واضح إنه مسوي خوي. هم اثنين صراحه اخويا. شيك ترى والله صدق الموضوع. جلوري جلوري صدقني جلوري. طيب سؤالك الثاني، هل هو يعني اذا انت ركبت جنبه هل بتنافسه في السرعه ولا؟ انا لو ركبت جنب سلحفه فما راح انافسها. طيب انا بصوت، انا جاهز اصوت. جاهزين؟ طيب والله. طيب اوكي شونغ اختار شخص. يا ربي اقسم بالله معرقين بس انا تحليلات. انا من قبل سؤال لا حد يقول مين صوت على مين. تمام عشان ما تسوي تنجبات. لكن انا بروح هذا فيرفل. صوت راكان. صوت 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 واضح واضح. او تاكد مين تاكد مين الشخص. صوت. اعطي جوال. بسم الله اقنوري. جلوري 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 والله جلوري اني ما طيب الان باقي صبر ما صوت عليك. صبر صبر ما صوت عليك. صوت على احمد والله جبوت تخوف. طيب جلوري الحين بتجيك الاسئله واختار شيء وقرا صوت علي نبغى نسمعه وحل. هو غالبا الحمار. اي نعم الله يقطع بيه. من اول سؤال سؤالك انت احمد ترى خلاني اشك بين اثنين، كلب او حمار. اي لانك قلت استخدم الهواء. يخوف يا مقلبي كلب غبي. طيب. والله يخوف. ايوه مره خوفني. طيب يا عيال الان كلنا 100 ما عدا فيرفل. تمام الفوز من اربع. اللي يجيب 400 اول لانك ما شفت احد. طيب اللي يجيب 400 اول يفوز. اوكي شونغ فيرفل ابتسام تتخوف شباب. سم احمد. جلوري ايش بقدر تر؟ طيب بسم الله شونغ اسال فيرفل. طيب فيرفل الحيوان هذا اربع رجول ولا رجلين؟ اربع. ترى المفروض تسال سؤال اي او لا صح؟ لا عادي. فيرفل اسال احمد شو. هل الحيوان هذا يتميز بشيء من صفات؟ نعم. راكان اسال جلوري. جلوري هل هذا الحيوان ما تسمعه او تشوفه الا اخر الليل؟ لا لا لا. تنس السؤال ما وش السؤال؟ لا اجابه بنفهم منها ولا سؤال بنفهم منه. احمد شو اسال راكان؟ هل هذا الحيوان يطلع ريحه مخيسه؟ جاوب الله صدقني ما ادري بس لا. طيب جلوري سال شونغ. طيب يا شونغ هل الحيوان هذا مفترس؟ ياكل لحوم يعني؟ ايه. طيب الان اختاروا شخص تبون تسالون. احد يبغى يسال احد؟ ايه انا شاك في راكان. طيب بس ما ادري ايش السؤال المناسب اللي احشره فيه. خليني احشره. فكر بسؤال خليني اسال راكان. الحيوان هذا متواجد في الغابات؟ ايوه جاوب. اي متواجد. طب انا عندي سؤال. يلا اسالك انت. اسالني. هل الحيوان هذا له ذيل؟ ايه. ليش فكرت؟ ما اعرف زين الحيوان. ما تعرف زين الحيوان. صوت علي. سولو. اللعب سولو.
اللعب سولف. تبون تحليل نفسي؟ طيب ركان نقز من مكانه عشان يبعد السوس منه وهو برا السالفه. تبون تصوتون علي لمصلحتي؟ انا العب سولو، ما عندي اخويا شكلكم فيني. صح يلا اوكي صوت واحد. انت بيسال احد؟ انا بسال دقيقه. بسال ركان. يلا ركان انت برا. لا بسالك انت، بسالك انت. هل الحيوان هذا كبير الحجم؟ لا لا يا مجنون لا تسوي معنا والله صمت. بسم الله. حد بيصوي؟ حد بيسال احد؟ لا. طيب جلوري. شنق اختار شخص مستعجل بيصوت. تخيل يبرد وجهي ما يطلع لك صوت. صوت بالله تحرق هذا الفعل. صوت صوت خذ هذه. هيا خذها. صوت علي احمد على طول. الله اعلم. صوت علي. لا ما يدري. لا 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 يطالع على اصبع وين صوت. ما حد جابه. ما حد جابه يا عيال. ابلعت وياه يا حمار. طيب بدو بقى يمكن يا عيال بعد استسعدنا. يمدي يغلط. المشكله الحيوان ماني متاكد منه. خلوه اقرا صوت عالي بالله. دقيقه اصبر. شوف هو يمشي على اربعه اوكي وموجود في الحي في الغابات اوكي لو ذيل. انت منت متاكد؟ حلو قايلك اني قايلك. دقيقه. هو غالبا انه باندا. صبر هدوء. لا وقفة صمت. الثعلب موجود في الغابة؟ اي ايه الثعلب مو في الغابة. انا عشان كذا قلت هيول الثعلب بالسهرة بالسهرة والغابة. والغابة ايه يروح الغابة. ايه الثعلب بالغابة. ايه بالغابات موجود. والله شنق يو فرفر. لا تصير اسئلتك غبية. ركان ما في تعابير وجه. ما ادري احمد يطالع تعابير. بقيت لازم لازم حال. شو قولي شو قولي والله ما تمشي مرة هذه والله. اوه ماي جاد. شنقي سأل احمد شوق. ابو شوق احمد الحيوان هذا موجود بالمزارع؟ لا. مين اللي يسأل؟ فيرفل اسأل شنق. هل جلوري اسرع من هالحيوان؟ والله يسأل. ايه الله يقلب القهر. طيب ركان سلفي فل. طيب هل هو والله عزلك معلي. هل هو مستحيل ينزل تحت الموية يعني فقط يعيش؟ لا مستحيل ينزل ولا لا؟ لا عادي ينزل. عادي ينزل إيه؟ أوكي أوكي. طيب أحمد شو سر ركان؟ طيب هل هذا الحيوان كان موجود في الطالب ديجيتال؟ وده هل كان موجود ولا ما؟ طيب ما نتابع احنا. ما اذكر. لا هو كان طالع طالب ديجيتال. طيب يلا ها اكيد موجود. موجود موجود وهو بطل بعد. احمد اوكي جلوري اسال. اختار شخص تساله. ما حد سال جلوري طبعا. اي ما حد سال. ما حد سال. هو اول سؤال له. طيب انا بسالك انت عشان يلا. هل الحيوان هذا يطير؟ لا ما يطير. مستحيل يطير. وإذا طار قص يدي. طيب أنا أبغى أسأل. أبغى أسأل فيرفل. فيرفل سؤالك لي شككني لكن بإذن الله أصيبك. هل الحيوان هذا كريه؟ كريه كذا ما له أخويا. ما عنده أخويا. شوف الحالة. ما أحس إن ذا سؤال. لا جو. عنده أخوي ولا ما عنده أخوي؟ يعني كده حيوان يمشي الحالة زاقة معاه من الدنيا. صح؟ إيه. طيب حد يبغى يسأل؟ حد يبغى يسأل؟ إيه أكيد لازم نسأل جلوري. إيه يسأل جلوري صح؟ والله ما يمشي والله. جلوري. أنا عندي لك سؤال. طيب بس. شوف هل هذا الحيوان له منزل؟ كيف له منزل؟ له منزل ينام فيه. واضح واضح له منزل ولا ما له منزل؟ بقول إيه. له منزل. يعني ينام فيه. إيه. ممتاز. حد يبغى يسأل؟ إيه. حد يبغى يسأل؟ لا سؤالك شوي غريب بس ايه. خلاص 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 ما حد يبغى يسأل. بسم الله. شنق اختار شخص صوت عليه. اختارني انا شفته من اصبعي. اسكت. صوت يا ولد. والله ما ادري مين. لا واضح 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 مره مره واضح. واضح اي واضح مره. اذكر سؤاله والله ما ادري. هذا احمد. انا شكلي بس مو باحمد. مو باحمد صدقني. مو باحمد. صوت لا تسوي مجنون. خذ هذه. خير طلعك والله. اضحك ورب المصحف.
يا رب يا رب الستر يا رب العباد. عطى جوال مين؟ ياف ياف صوت عليك يا صوت عليك يا شيخ. عطى جوال عطى جوال. يا عيال هذا الحيوان يطير بس هو انعرى. هذه بس التاكيد خليه خليه يجاوب. دقيقه خليه يجاوب. اسمعوني يا عيال، فيل مستحيل اوكي، نمر مستحيل. هذا قال حاجه، قال انه اسرع من هذا. مين البطيء البطيء البطيء؟ مر سلحفاه. وقال عنده بيت، بيت من عنده بيت السلحفاه. ترددوا في جبهه السلحفاه. الثور مستبعد. اللي سالت سؤال المزارع قال موجود في المزرعه. الفهد موجود في المزرعه. الدب القطبي موجود في المزرعه. الصقر موجود في المزرعه. النمر موجود في المزرعه. الفيل موجود في المزرعه. باقي الدب القطبي باقي السلحفاه. هل ممكن الدب القطبي؟ الدب القطبي ما عنده بيت. لا لحظه، الدب القطبي عنده بيت بالثلج. لكن سؤال الطيران، سؤال الطيران، سؤال السلحفاه. انا وش قلت؟ قلت سؤالي بس انا اللي في البدايه لو اني ما قلت حقيقه معي يعني ما قلت حقيقه معي. وسؤال احمد هل لا 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 سؤال واضح انه يعرف الحيوان. ايوه سؤال واضح. حلو حلو كيف فولينج. هذه عاد يا عيال المفروض ما نطول، والله المفروض سؤال واحد خلاص ننهي. لا هذا خليه الراوند الاخير من سؤال ثواني. لا كان ايوه كان ممتاز. اي عرفت عبد الوجه هذا. بسم الله جاهزين؟ ايه. شلون قسها الجلوري؟ قال طيب رد عليه. رد عليه. الحيوان موجود في المزرعه. بسيط ترى حيوانات مره كثير موجوده في المزرعه. جاوب جاوب. ممتاز ممتاز. خليك كذا معي، خليك معي لا تطول. فيل فرصه شونق. هل الحيوان خطر؟ جدا. لا مو بخطر. عندك اسال ركان حتشوف. هل هو زاحف ولا يطير؟ هو شوف في الحضارة اليابانية يطير، بس هو أصلا زاحف. أوكي حلو حلو. أحمد شو سأقول؟ فيرفل هل تقدر توصف واحد من اللي جالسين هنا بالحيوان ذا؟ إيه أوكي حلو. عرفت منه عرفت. طيب جلوري سركان. انا ابغى اصوت يعني. لا سركان. انا ابغى اصوت يعني. انا جاهز للتصويت. لا لا اسال اسال. طيب بسالك ركان، هل الحيوان هذا سريع؟ ايه تمام. طيب جاهزين؟ انا جاهز. حد يبغى يسال احد سؤال؟ حد يبغى يسال احد سؤال؟ انا اسال سؤال لك انت. يلا صدقني انا العب سولو يعني بخسرك، لا تحاول الان. ترى وقت. هل الحيوان هذا مذكور في القران؟ نعم مذكور. معروف جدا بعد. جلوري هل الحيوان هذا يذبح الانسان؟ شوف في الحضاره الصينيه. جاوب 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 مو ميت. نعم. طيب شلون اختار الشخص اللي طلع النبرس؟ والله ما ادري منهم. فيرفل عاد ما ادري منه بنصدم شوي لكن في توقعات. هذا هو يا عيال الرسالة. يعطيكم يوم الخير. خذ هذه. يلا بنشوف. بالله احمد صوت علي؟ لا مو عليك. احس انه بيبر وجهي بيطلع احمد عشان حضارة اليابانية. يب يب يب. طيب خلينا نشوف مين؟ شونجي القمها. اخلط خاطرها! ايوه! ايوه! اما ما صوت عليه! انا مصوت عليه! لا 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 فيرفل ما صوت عليه! هدو 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 هدو! شو وجهك؟ يا عيال انا يوم جاوبت او شيء الضفدع. طيب صبر 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 صبر. الان انت حضاره يابانيه تمام. اليابان معروفه بايش؟ ما عندهم غزلان، ما في غزلان مره، مستبعد غزلان تمام. موجود بالمزارع الثعبان، موجود بالمزارع والثعبان ياكل الانسان، ممكن يذبح الانسان تمام. ماعز، في ماعز بيذبح انسان؟ لو تقول ماعز ويطلع صح الماعز ممكن. شلون ماعز بيذبح انسان؟ لا ماعز بيذبح انسان. يعني كيف اجاوب اسئلتك اللي جاوبها صح؟ ذكر بالقران وجاوبتها صح. ما هو اللي ذكر بالقران؟ ثعبان. ثعبان بس مو بس بلف. هل ذكر بلف يا اخي؟ بروح مع الثعبان. اوكي اوكي في فل صمت. جلوري 300، ركان 300. يا اخي شو عرفت؟ الغزني يا اخي انا كمل الغزني يا اخي ما طلعتوني. يعني طرحتوني اول سؤال قال لك جدا لا على اللي هو خطير، انت سالته خطير ولا لا؟ قال لك مو خطير. قال لك مو خطير الثعبان. مو خطير مو خطير. ايوه كيف
اقسم بالله يا احمد انك مو طبيعي. يا اخي صدقته قسم بالله. مونقس هذه مونقس ترى بس كلام بدون لعب. طيب بسم الله. شو اسال جلوري. جلوري لا تطول الله يرحمه. جابوا واضح احنا مطولين. ما احنا مطولين. تكفى لا تسالوا عن المزرعه ارحم امك. والله هل هذا الحيوان موجود بالمزرعه؟ المزرعه تشمل الماعز التيس الحصان بتريحني. اذا سالت المزرعه فانا امبوستر. الحين ماني امبوستر. طيب هل الحيوان هذا موجود في السعوديه في موسم الرياض؟ لا. وشو؟ لا تكفى عيد فكر زين. لا موسم الرياض سفاري. لا ما موجود. ممتاز. كثير فلوس احمد سؤال. احمد شو؟ احمد شو؟ الحيوان ذكر القران. يا الله. نعم. متاكد؟ متى بكر؟ ايوه ايوه يغمز لي روح. يلعن من غمسونه اللي غمسونه شك كبير. ماني مقاتل. شو؟ ماني برسل. هل هالحيوان ممكن يقتلك بدون لا يعضك؟ ممكن يقتلني بدون ما يعضك؟ ايه كذا بدون لا يعضك تموت عادي. لا وش تهبال؟ جاوب على سؤال. تكفى جاوب. شلون الحيوان بيقتلني بدون ما يعضني؟ بدون ما يعضني؟ اي ولا لا؟ في طريقة يمكن معينة ثانية يبحث فيها. والله عطيتك سؤال. طيب هدوء هدوء. اشرح اشرح له. هدوء هدوء هدوء. طيب هدوء هدوء. ايه وش يقتلك بطريقة غير ممكن بطريقة ثانية؟ ممكن الحيوان هذا يعضك؟ ما طيب حمد اللي بعده. ليه وش وين؟ اوكي انا بكمل. يلا يلا يلا. هل فيرفل هل هذا الحيوان تحس انه عنده حنيه؟ نعم عنده حنيه. نعم جلوري سراكان. طيب هل الحيوان هذا سريع ولا بطيء؟ الله يشوف. جاوبت وش شيء جاوب جاوب جاوب. لا بطيء بطيء بطيء. اقول لك شيء اسمع اسمع. لا لا بغير كلامي بغيرك عشان لا سريع سريع مره. اوكي طيب حد يبغى يسأل أحد؟ والله أتوقع الكل جاهز ولا شباب؟ أنا أقول نخرط طبعاً الثالثة. طيب تبون أبرد وجيهكم؟ والله أتحداك. طالعوني ها طالعوني طالعوني. أبغى وجيهم قبل وبعد. طلعوا بالكام؟ طلعوا بالكام؟ ممتاز؟ أنا بصوت معكم وأنا أعرف مين هم. أوكي؟ بس ببرد وجهه. جاهزين؟ بسم الله بسم الله. صوت شون صوت؟ أوكي فيرفول صوت صوت؟ لا أصوت أجرك كثير؟ مو بنا الله يسلحب حسنت خليك واثق. أيوه خليك واثق واثق جدا. خليك واثق خليك واثق. إيش قال موسم الرياض؟ إيه مو موجود موسم الرياض سفاري. أحمد بتعجبني إيوه يا أحمد إيوه مو موجود موسم الرياض. مو بنا تدري إنه مو بنا وإني قاعد أوترهم. تدري إنه مو بنا. What the fuck أدلك على الطريق الصالح. أدلك على الطريق الصالح. عطني جوال على طول ها. يا رب بسم الله. الله ياخذك الدب. يا أخي يا الله صوت على مين؟ عليك حبيب الدب. وش اللي ما يعوض يا أخي قول لا يا عيال. أنا جاوبت صح جاوبت صح بس قعدت أموه بالإجابة. استغفر. طيب جاوب يلا ورني سوي بتجاوب. جيبه جيبه يلا جيبه. خلينا نشوف. خلينا اقرا صوت عالي ها. جيبه ثور صقر فيل ضفدع تمساح. ايه ايه هدوء حد يتكلم. يلا غغغ بضحك عليك. شو بضحك عليك طالع فيني. خلينا نقول تمساح. يس 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 اجي نقطه تقول قول اجي نقطه. اوكي باقي ما جاب باقي لنا تعادل. ابن العب زايد. ايه نلعب زايد لله. شباب توقع اني بنجد اليوم. تنجلد والله. تنجلد تنجلد والله بتنجلد بس بروعيك دامك يلا على بابك يا كريم. توقع اني بنجلد. اوكي شنق اسال احمد شو. احمد شو الحيوان هذا يؤكل؟ رد على السؤال. نعم يؤكل. احسنت احسنت. في الفرصه شنق ريحتك قاتل برا السالفه. هل الحيوان موسمي؟ موسمي. واضح واضح مو واضح. يعني الحيوان هذا يطلع بالشتاء وبالصيف ولا بالصيف ولا بالشتاء؟ يطلع بالصيف. الشتاء يزبل ما ادري وينه.
اسال ركان. اسال ركان. اسال جلوري. انا اسال جلوري. طيب هل هو مفترس ولا حبيب كذا مستحيل يأذيك؟ والله الصراحه اني مو مره متاكد بس غالبا انه ما يأذي. احمد شو اسال قبل؟ تحس انه كلنا ندري ان انت جلده ناعم ولا 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 خشن ولا خشن. ايه بسرعه خشن. احسنت طرف فيك. قولي سراكان اكفى الحسمه عندك. طيب الحسمه عندك خلنا نضحك عليه. عطى سؤال كذا بيجاوب غلط وبنعرف خلاص بنطرح على طول. احمد العب. لا يخلط مرة الرابعة الله يرحم. لا مصيبة. طيب هل الحيوان هذا له عدة ألوان؟ ايه يب. شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فكر. طيب بفكر بسألك سؤال الآن أنا. فضل. تمام؟ هات. راكان. ايه. هل الحيوان هذا يستخدمونه الحضر اللي يستخدمونه البشر في الحراسة؟ لا. ما يستخدم الحراسة؟ لا. هل هذا الحيوان المين دي نربيه في البيوت؟ لا شوف ما ادري اذا في نوعيه من ذول اللي يربون ما ادري بس غالبا لا من البيوت الطبيعيه. لا يلعن شكلكم. صدعت لحد السؤال والله. يا عيال انا بسال جلوري بس قاعد افكر بسؤال. سؤال ما اوضح. لازم سؤال. لازم اعط جلوري سؤال. إذا عندك سؤال تبي تسأل أعطني وأنا أعطيه. هل الحيوان موجود في الغابة؟ لا. يلعن شكلك. يخرب بيتكم يا عيال. بنصوت شنق. بسم الله يلا يا كريم. ربنا يستر. أوكي صوت. فيربول صوت. والله انا شاك بواحد بس عشان نظراته بس. صوت. يلا يا كريم يا ربي. لا مين؟ اهدى اهدى اهدى. هيا اخلط يا عيال. والله ما ادري. خلي جو خلي جو خلي جو خلي جو. صوت عاد مستحيل يعرفه. طيب مستحيل يعرفه. طيب سؤال واحد. طيب دقيقه. في الغابات مو موجود وينأكل وله مواسم. وريني ابى اشوف. لا 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 سمحت لا سمحت. طيب ما هو جمل ما هو ثور ما هو قطه ما يتربى في البيت. يفرض وجهك. باندا عصفور خروف. خروف وضبط احد منهم والله اعلم. برد وجهك. ولا ثور. برد وجهك. برد وجهك. ضبي نكل صح. برد وجهك. برد وجهك. يا وداني. برد وجهك. باذن الله. طيب 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 باذن الله. جيبوه يلعن ام القهر يا عيال. يلعن ام القهر. صور ضب والله. لا اقول لكم وداع لكن اللي قهوه مقطع اخر اذا صدنا فيرفل. لا تنسون اللايك والاشتراك. ما بقى نشعل 5 مليون. اتمنى استمتعتوا. قناه شبكات. سلام عليكم.